اليومي كانت قبل خبر الفتره هي كانت ب 2000 1900 1800 لحم ماشي امومي، بس هاليومين الثلاثه ارتفعت اسعار اللحم كثير، وصارت ل 2400 2500 2600 لحم عجل، فهمت علي؟ وشي غالي كثير، سببه كله تصدير اللحم لبرا، فهمت علي؟ وهذا سبب الغلاء كله، والعالم عم تاكل يعني مو مثل الاول، شيء غالي كثير، اسعار غالي، اسعار الخضره غالي، ما عم تتاقلم مع مع دخل البني ادم مثل ما يقولوا، دخل المواطن ما عم تمشي معه.